بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، صباح النشاط اليوم الأحد أول أيام الأسبوع. حياكم الله ويا مرحبا ومسهلا. صباح الخير يا محمد ويومك سعيد بإذن الله. حياك الله أختي مشاعل، وأيضا على كل من يتابعنا وين ما كان عبر شاشة التلفزيون قطر. صباح يوم جديد، يا رب يكون سعيد، والأسبوع لابد يكون أيضا سعيد بوجود كثير من الأمور اللي الإنسان لابد يحافظ عليها. اليوم اهتمام الإنسان لبلاده، تصرفاته وفعاله. اليوم الواحد لما يهتم في نظافة هذا البلد أمر لابد منه، يعني في تصرفات صراحة نبي شوي نتكلم عنها. قبل أن نتكلم عن اليوم العالمي للنظافة العامة، نشوف في قدام المطاعم أو القهاوي أخت مشاعل، الناس اللي يخلصون قهوتهم، خلصوا الأكل، يفتحون الشباك وقطوهم، قطوا الأغراض بالشارع. طيب ليش تتصرفون بهذه الطريقة؟ يعني أنا من وجهة نظري الناس اللي تصرف هالتصرف أكيد يعني هي مو بعرفة شلون تهتم بنظافة السيارة، فمو بحب أن هي تلعوي سيارتها أو أن تقط شيء في السيارة، فبالتالي سهل عندها. أن حتى في المطاعم إحنا نشوف المطاعم اللي هي يعني المطاعم السريعة هاي حق الشباب، دائما نشوف أنه يأكلون وعزكم الله يقطون، فهم على يقين أن في حد راح ينظف مكانهم. فليش أنا ما أحط لي كيس في السيارة وأحط فيه كل الأغراض اللي أنا خلاص بستقنع عنها قبل لا أوصل البيت أقطها. بالأمس تاريخ 5 مشاعر يصادف يوم التنظيف العالمي، يتحدون ملايين المتطوعين اليوم في العالم علشان تبقى الأماكن الطبيعية طبيعية. متطوعين، حكومات، منظمات في 191 دولة علشان يعالجون مشكلة النفايات العالمية ويبنون عالم جديد ومستدام. يتكاتفون من أجل عالم خالي من النفايات. لكن لما نشوف هذه التصرفات هي تعكس كل إنسان وثقافته وبيئته. طيب إذا المدارس بالنصايح اللي قدمتها ما نفعت، التربية ما نفعت، لابد يكون في رادع في المقابل، رادع من القانون اللي ممكن ينزل على هؤلاء الأشخاص، وأكيد الجهات تقوم بدورها. سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي وزير البلدية قال أن اهتمام الوزارة الكبير بهذه القضية والحفاظ على النظافة واجب ديني ومسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات وأفراد المجتمع، وتقدرون أنكم تبلغون على ملاحظاتكم أو تشتكون وتبلغون على الناس اللي ممكن تتصرف تصرفات غير حضارية عن طريق مركز الاتصال الموحد على 184، أو على تطبيق عون الموجود على الشاشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للشكاوي على النظافة العامة. أمر جيد اليوم لما نشوف تطبيقات رادع ممكن يكون موجود. أيضا في مخالفة تقريبا تصل غرامتها إلى 10,000 ريال ممكن تكون رادع لفئة مثل هذه. أمر جيد لما نشوف الرادع، الرادع اللي مش بس على تربية، على قانون ممكن ينزل لفئة مثل هذه. أنا ترى والي الشيء إذا ما يمن خاطرك ومن نفسك أن أنت يعني حبك لهذا الوطن، سواء كنت مواطن أو مقيم، صح. يعني إحنا كلنا عايشين في هذه الأجواء في هذا الوطن، يعني نستخدم كل المرافق الحكومية، فلازم أن أنت هذا الشارع مش شارعي لي أنا بروحي، فلازم نحن نحافظ على الشارع والبيئة وأي مكان إحنا نكون فيه، لسبب لأن ديننا الإسلامي قال لنا نحن النظافة ونحافظ على نظافتنا وعلى نظافة المكان. فهاي كله يعكس ثقافتك، تربيتك، وعيك بالمجتمع. وحلو لما يكون الإنسان واعي ومدرك أنه يعني لما يكون مهتم بنظافة المكان، هذا كله يبين أكيد هو شلون في البيت، شلون في سيارته. فنصيحتي أنا نصيحتي نحن نحط لنا شيء في السيارة، نحط فيه كل الأغراض اللي احنا حابين نستقنع عنها، وتالي النهار احنا رايحين بيوتنا، صح. في اقرب تكرمون سلة مهملات. طبعا يعني شوي الواحد يحس في خاطره لما اليوم نشوف سيارات كشخه، والناس يعني الله يبارك لهم بمواترهم وبارك لهم ايضا بكشختهم. شيء حلو لما انت تكون كاشخ، شيء مو بحلو ويزعل. يحس في الخاطر لما ما ترضى على موترك او ما ترضى على مكانك، ترضى على الشارع، ترضى على البيئة اللي أنت فيها. الأولى أن أنت تحافظ على المكان اللي أنت عايش فيه. لما أتكلم طبعاً من جانب مواطن أو مقيم،
الأولى أنك أنت اللي لما تشوف تصرف غير حضاري من غيرك أنت اللي تحاول تصده وما تكون أنت مثلهم. فاهم علي؟ أنا والله أنا شفت حد يقط شيء والله والله تقولي له عادي. إيه والله أكلمه في اللي يستوعب عادي ويقول لا يعني غير قصد مو قصدي، وفي اللي يقول يعني أنا كيفي. فهالشخصيات هذه عشان تتعامل معهم ما في إلا في النهاية نحن نلجأ مثل ما قال محمد إن نتصل على رقم معين إنه للشكاوي، الناس قاعدة ما تحافظ على نظافة المكان. في موضوع ثاني الحين بننتقل له مشاعل بعد حلو وأمر يدعو للفخر. طبعا كل بهذا المجتمع يحافظ أنه هو يحاول أنه هو يحافظ على مجتمعه ويعطي لمجتمعه. طبعا طبعا الجانب الآخر اللي يقول عنه محمد أن هناك بادرة مميزة من الخطوط الجوية القطرية بتوظيف 5 من خريجي مركز الشفلح اللي تخرجوا الشهر الماضي. طبعاً أمر وايد حلو يدعو للفخر، ونقدر جهودهم أكيد على احتواء هذه الفئة الفعالة أكيد في الوطن وتوظيفهم بما ينفعهم. بلا شك يا أخت مشاعل، سعادة مريم بنت علي المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة قالت أبارك لأبنائي وبناتي بداية حياتهم العملية وأتمنى لهم التوفيق، وأشجع جميع مؤسسات الدولة على منح ذوي القدرات الفرصة التي يستحقونها لرفع نهضة هذا الوطن، حيث نفتخر بهم وبعزيمتهم وبإصرارهم. نعم شكرا. السلام عليكم، أنا عبد الله رئيسي. كلكم تسألون على صاحب علاقة يكون له طموح وظيفي. بالتأكيد نعم، احنا مثل اي شخص عندنا طموح وطاقة واهداف، عندنا افكار جديدة نبي نقدمها قطر. في يوم من الايام راح تترك بصمة تغير العالم. كل اللي نحتاجه فرصة. تخرجنا من الشفلح القطرية، أعطونا فرصة نشارك من خلالها في سوق العمل. فرصة واحدة منكم تغير مستوى مستقبل بلادنا. فرصة قد تغير حياة أمة، تصرف منك قد يغير حال مجتمع بأسره. فاليوم لما تحافظ على بلادك وتعطي فيها أمر جيد أكيد، وراح تسهم في تطوره والحفاظ عليه. ننتقل لصحفنا المحلية ونبتدي أول خبر من جريدة لوسيل. حملات مكثفة للبلدية في اليوم العالمي للنظافة. نظمت وزارة البلدية أمس السبت حملات مكثفة للتنظيف بمشاركة عدد من الجهات المعنية في المجتمع بمناسبة هذا اليوم اللي يوافق السبت الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار جهود الوزارة لرفع مستوى الوعي وإدراك المجتمع بأهمية الحفاظ على النظافة والجهود في هذا المجال. الله يقويهم أكيد. في هذا السياق أيضا قامت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان بالتعاون مع إدارة النظافة العامة حملة تنظيف شاطئ سلوى وأعماق البحار بمشاركة مجموعة شاطئ البحر ومبادرة مستقبل أخضر، الهلال الأحمر القطري، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وبوزارة الداخلية بمناسبة هذا اليوم. أسامع القوة إن شاء الله. وناخذ الخبر الثاني من جريدة الراية، معرض لمنتسبي جمعية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. تنظم الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة معرضاً لأعمال ومنتجات منتسبي مراكز الجمعية من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع نادي الجسر الثقافي الاجتماعي خلال الفترة ما بين 19 وحتى 21 من سبتمبر الجاري في قاعة الأنشطة بنادي الجسرة سوق واقف. ويشتمل المعرض على العديد من المجالات، منها إعادة التدوير والأشغال اليدوية، الخياطة والتطريز والأعمال الفنية المتنوعة ووسائل تعليمية للأشخاص المكفوفين من عمل منتسبي مراكز الجمعية من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد ومتلازمة داون والإعاقات المزدوجة والمتعددة. ويشارك في هذا المعرض
مركز الجمعية وهي التعليمي والتأهيلي للبنات والمركز التأهيلي للبنين والمركز الثقافي الاجتماعي بقسمي البنين والبنات، كل التوفيق لهم. هذا من جانب الاهتمام بالإنسان، وأيضاً إحنا في بلد تهتم بشأن تكرمون الحيوانات طبعاً. وتعطيهم الاهتمام بلا شك. فخبرنا من جريدة الشرق تشغيل محجرين بيطريين في مينائي حمد والرويس قريباً إن شاء الله. تسعى وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية للنهوض بالثروة الحيوانية، وذلك من خلال طرح عدة مبادرات لتطوير المختبرات البيطرية أو مجمعات العزب، ومشروع أيضاً تطوير منظومة المعلومات الطبية المتكاملة وبرنامج متكامل للخدمات البيطرية، خاصة أن الثروة الحيوانية بدولة قطر تمثل مورداً طبيعياً هاماً ومخزوناً استراتيجياً للحيوانات المنتجة للغذاء، ويتم العمل على تأهيل المختبرات البيطرية لتتوافق مع متطلبات سلامة العاملين وتحسين القدرة على تنفيذ الاختبارات التشخيصية والتحليلية للمسببات المرضية والحيوانية، أو نقول للأوبئة سواء كانت أو أمراض وغيرها، أنها تعطيهم خدمات صحية وأيضاً فعالية التحصينات والعلاجات المقدمة لهم. والخبر الرابع من جريدة الوطن، قطر الخيرية تطلق الرابح الأكبر. تستعد قطر الخيرية لإطلاق برنامج الرابح الأكبر، وهو برنامج توعوي ترفيهي صحي لطلاب المدارس الابتدائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومركز النسيم للرعاية الصحية ولجنة رياضة المرأة القطرية، إضافة إلى فريق تمرن وخلك صحي. ويستهدف البرنامج الذي ينطلق في 20 من سبتمبر الجاري ويستمر حتى 31 من شهر أكتوبر المقبل، مشاركة 100 طالب وطالبة من الذين يعانون من السمنة الزائدة والأمراض المزمنة مثل السكر والكوليسترول والغدة، بمشاركة 8 مدارس من المرحلة الابتدائية. احنا الحين تكلمنا عن الإنسان ومن جانب الحيوان، شراك نروح للفضاء شوي. يلا. لا الكوكب بشكل عام، نطلع من الكوكب إلى 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 طبقة الأوزون، حيث هناك عرض مرئي لإنجازات قطر في حفظ طبقة الأوزون. شاركت دولة قطر وممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي في الاحتفالية المقامة في دبي اللي تنظمها مكتب دول غرب آسيا للأمم المتحدة للبيئة اليونيسف بمناسبة اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون ومرور 35 سنة على توقيع بروتوكول مونتريال. وخلال هذا الاحتفال أقيم تحت شعار تعاون عالمي لحماية الحياة على الأرض، قدم ممثل عن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة عرض مرئي عن أهم الإنجازات اللي قدمتها دولة قطر في تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال. بهالشكل احنا خلصنا صحفنا المحلية. محمد، دائما احنا في برنامج فيض ضحى نركز على الأسرة وعلى المرأة والطفل، وأكيد الرياضة محورنا الأساسي. فإحنا اليوم محضرين حق المرأة تحديداً هذه الفقرة مع تقريرنا عن الأمراض، عن مشاكل الحمل الأكثر شيوعاً للمرأة الحامل، وندعو كل حامل إن شاء الله أن هي تشوف هذه الفقرة ونقول لها الله يتمم عليك إن شاء الله حملك. المرأة الحامل بتعاني من تحديات كثيرة بالذات بالحمل الأول، فنحن بنتمنى من السيدة الحامل أنه تراجع طبيبتها النسائية أو استشارية النساء وتسألها عن كثير مواضيع ممكن ما حدا يقدر يجاوبها غير طبيبة النساء. هلأ السيدة الحامل بالحمل الأول ممكن تعاني من غثيان، الغثيان الصباحي معروف كثير عند السيدة الحامل، مزعج إلها وجديد كثير عليها، تأخذ استشارة طبيبة النساء، ممكن بعض الأدوية أنه تريحها، الأدوية السليمة اللي نعطيها للسيدة الحامل، ممكن نحن ننصحها ببعض الأغذية، ممكن نقول لها نطولي بالك مشان أنه هاي الموضوع هذا أول 4 شهور ممكن يتحسن بالأشهر القادمة. سيدات بتعاني من الدوخة، سيدات ممكن تعاني من السقوط، سيدات ممكن تعاني من قلة الشهية على الأكل، سيدات ممكن تعاني من الإمساك كمان، بنقول له لازم تكتروا موضوع الخضار بطعامكم، لازم يكون الغذاء متوازن وصحي، الخضار مشان نمنع الامساك، الغذاء المتوازن الصحي اللي بنركز فيه على البروتينات بما فيها البيض، اللحوم، مشتقات الالبان مشان ما يصير في عندنا نقص بالكالسيوم كمان. بالاضافه لهيك لازم الراحه النفسيه، النوم، عدم حمل الاشياء الثقيله.
هلا السيدة الحامل هي ما أنا سيدة مريضة، أنا برأيي هي سيدة طبيعية تماما. السيدات حوامل بنلاقي في منهم موظفات، في منهم عاملات، وهذا شيء طبيعي. يعني هلا بمجتمعنا العربي نحن انه لا تتحركي، لا تقومي، لا تعدي كذا، لا لا لا، انا مو مع هذا الشيء. عيشي حياتك الطبيعيه وتعاملي مع موضوع الازعاجات اللي بتواجهك بالثلث الاول من الحمل بشكل طبيعي. طبعا الحركه المدروسه، يعني اكيد ما راح تقوم هي بتمارين رياضيه مجهده او قفز او كذا. وهي حتى نحن بننصح السيدات بالثلث الاول من الحمل انه ما في مانع انه انت لازم تمشي لك ثلث ساعه يوميا. إذا حابة تمارسي رياضة السباحة، رياضة المشي، ما في مانع أبداً، هي رياضة كتير مفضلة عند الحامل. بالثلث الأخير من الحمل ننصح السيدات بالمراجعة الدورية لاستشارة النساء أو طبيبة التوليد. بالشهر السابع يفضل أنه زيارة مرة شهرياً، بالثامن يفضل نحن زيارتين بالشهر فاصل 15 يوم، بالشهر التاسع يفضل زيارة أسبوعياً. في التحاليل نفضل نحن نعيدها كمان بالبداية الشهر التاسع أو آخر الشهر الثامن للسيدات اللي ما بيعانوا من مشاكل تانية مثل السكر أو غيره. منعيد تحليل الخضاب لنطمن أنه خضابها، كالسيوم الدم، إذا في نقص تاني بالفيتامينات، بالذات الخضاب والكالسيوم هم كتير مهمين للسيدة الحامل بالشهر التاسع وحتى وقت بدها ندخل للولادة. بالشهر التاسع نحن كتير مننبه، وبالثلث الأخير حتى بالسابع بالثامن، إنه السيدة الحامل إنه أنت قاعدة ببيتك، نحن ما أنا موجودين معك بشكل دائم، فأنت دائما لازم تنتبهي على حركة الجنين. أي قلة بالحركة المفروض تخبري طبيبتك. يعني إذا كانت عندك الحركة خلال 10 ساعات 9 حركات فنحن بنعتبرها طبيعية للجنين بالفترة الأخيرة بالثلث الأخير. إذا قلت عن هيك لا، يفضل تراجعي طبيبتك. هاي الفترة كمان بنركز فيها على وزن السيدة الحامل. وزن السيدة الحامل ما لازم يزيد بطريقة شديدة. يعني نحن بالشهر السابع بنسمح بزيادة وزن كيلو، بالشهر الثامن بنسمح كمان كيلو، بالشهر التاسع ممكن نسمح نحن كل أسبوع مقدار كيلو لاثنين، ما في مشكلة. المهم المعدل الكامل لزيادة الوزن بالحمل بين 10 ل 13 كيلو. طبعا بالشهر التاسع نحن بنقول للسيده انه لا، حاولي تمشي من ثلث ساعه لنص ساعه زياده. هلا هذا الشيء بيقوي عضلات البطن. السيدات بيفكروا انه هو مو انه ممكن يحرر طلق، لا، هلا هذا الشيء هو ممكن يقوي عضلات البطن، فبيساعد على الدفع اثناء الولاده، فبتكون السيده مستعده نفسيا. لازم السيده تسال طبيبتها عن موضوع الولاده وتاخذ منها الدعم النفسي. لازم تكون مستعده تماما انه هذا الموضوع هو موضوع مفرح اليك، لانه انت رح تشوفي البيبي ورح تبداي حياه جديده ورح نسميكي ام. الموضوع ما انه مخيف ابدا، بالعكس هو حياه جديده للسيده الحامل وفرحه، يعني هي فرحه بالاخير. حياكم الله من جديد. الصحة أمر مهم اليوم، لما الواحد يعتني في صحته وبعيد عن الشر وعنكم يكون متعافي من السرطان، سرطان الدم يعني. وفي نقول طفل بهذا العمر لما يصاب بالسرطان ويتعافى بعد مرور سنتين، اليوم وإحنا ودنا نعرف تجربته وشنو قدمت له أيضا الجمعية القطرية للسرطان خلال هذه الفترة حتى يصل لمرحلة التعافي، بوجود أيضا والدته وبوجود أخوه. نبي نعرف الدعم الاجتماعي اللي ممكن أن يقدم في المقابل وتجربتهم في أن يواجه أخونا في رأس سرطان الدم ويتعالج منه، وأكيد بوجود كشف دوري. نصبح بالخير على الأستاذ، نقول الأستاذة تورية نافع، ومن ثم على أبنائها أكيد تميم وفراس. حياكم الله. حياك الله. أهلا وسهلا مدام ثريا. بداية يعني احنا حابين هذه الفقرة نخصصها حق أولياء الأمور عشان لما يشوفون أي تغير من خلال حضرتك إن شاء الله راح تقولينا لنا وتوضحينا للمشاهد عشان ياخذون بالهم. فاحنا آسفين يعني بنعيد الذكريات بس عشان الناس يستفيدون من هذه الفقرة. شلون اكتشفتي مرض سرطان الدم عند فراس؟ بداية أشكر البرنامج وأشكر كل اللي هو يعني دعونا لهذا البرنامج للتعريف بهذا المرض. فعلا احنا في حاجة للتعريف بهذا المرض ولتوعية أولياء الأمور. أول شيء إن العلاج في مرض وفي العلاج. المرض كان بدأ
يعني من سنوات كانت درجة حرارة فراس ترتفع كل مرة، لكن يعني ياخذ دواء وانتهى الموضوع مثل أي طفل. مثل أي طفل. الشيء اللي هو لازم ننتبه عليه، في يوم من الأيام كان في يوم الأربعاء يوم 26 بالضبط 24 فبراير 2016 24 فبراير فراس ارتفعت درجة الحرارة، رحنا بها طبعا على المستشفى على المركز الصحي، شافوا الدكتور أعطاه الدواء كالعادة اللي هو مخفض حرارة. في حالة هو أبو تميم أو أبو فراس هو اللي خده على المركز الصحي، في حالة ارتفعت درجة الحرارة وما نزلت يروح به على الطوارئ. فعلا خلال ثلاث أيام ولا انخفض درجة الحرارة، فضلت يعني درجة الحرارة مرتفعة. كم يوم؟ ثلاث أيام يعني أربعة وخميس وجمعة. وحاولنا بشتى الطرق، حتى المغذي ما فاد ولا أي شيء، حتى يعني عملنا اللي هي كل المخفضات غير أنك يغسل بالماء والأشياء اللي هي المتعارف عليها اللي المهم يوم الجمعة رحنا على الطوارئ على أساس أنه نشوف ليه الحرارة ما انخفضت ما نزلت. روحنا شافوا الدكتور، في أشياء ربنا بيدينا أشياء علامات إننا ننتبه على أولادنا فيها. من العلامة اللي اداني الله سبحانه وتعالى إنه كان في عنده مشكل في الرقبة، ولا لها علاقة طبعاً بالمرض بالمرض ولا نهائي. روحنا على المستشفى، الدكتور خلاص كتب له الرشيطة إنه حيطلع من على المستشفى. مشاها. سؤالي كانوا بعد ما خلص دكتور شوف له الرقبة عنده مشكل، عنده يمكن التواء بسيط في الرقبة، ما عرفش هو ما بيحركش رقبته اليمين ولا شمال. فعلا هو عارف اللي هو مسك الورقة ونزل إيده وحس بأن في شيء مش طبيعي. إيه دكتور في المشكل؟ يعني ممكن يكون في التهاب السحايا، هو ده التحليل الأول. التحليل الأولي لازم نعمل التحليل. فعلا خدنا تحاليل، خد عمل تحاليل، وبعد التحاليل خدوا مرة تانية تحاليل. أنا بدأ القلق يساورني شوية أنا وأبوه، أخذونا على غرفة العزل، هناك عرفوا إنه يمكن في مرض في راس، لكن ما حد خبرنا بأي شيء. ودينا على دخلنونا على غرفة العزل، وهناك عملوا تحليل ثالث، وودوا العينة على مستشفى خاص بأمراض الدم الساعة 3 الصبح بالضبط. أنا يعني فاكرة كل يعني الفجر جاني الدكتور اللي هو مختص في الدم، طلب مني انه يعني اعطاني بعض الاعراض اللي هو من خلال التحاليل اللي ممكن يكون كذا، ويمكن يا دكتور في مشكل يعني في مرض خطير، لا ان شاء الله ممكن يكون التهاب، ما خبروني للحين، هم عارفين هم ليش المرض يعني متاخرين يعني هم خايفين على لان طبعا طبعا وطبعا وطبعا لان المرض مش سهل طبعاً. ولان كشف السرطان يحتاج منه طبعا كشف الساعه في الحقيقه أعمل. في الحقيقه اشكر كل الاطباء، واشكر يعني دوله قطر، واشكر يعني مش والله مجامله فعلا لسرعه الاستجابه للمرض. حلو. فعلا هذا كان عامل مهم جدا جدا جدا. فهي الساعة 10 جت الاسعاف، خذتنا على حمد، هناك عرفت ان في شيء مش طبيعي في الموضوع، لان الغرفه اللي دخلنا لها فيها كلها اطفال، عارف اشكال اطفال السرطان شعرهم وشكلهم، عرفت انا كنت فقط يعني عرفتي لحظتها؟ لا ما عرفت، ابوه عرف. ايوه ابوه عرف ما بس ما خبرني لغايه عبد يحافظ على نفسيته. دكاتره داخلين ودكاتره خارجين، والكشف قالوا لي عنده سرطان، والحمد لله وتعافى من هذا المرض. اللهم لك الحمد. الصدمه كانت يعني مميته في الاول، والتقبل بيكون صعب جدا الحمد لله. لكن الحمد لله. احنا معانا عبر التليفون المثقف الصحي بالجمعيه القطريه للسرطان الاخت دانا منصور. صباح الخير. صباح الورد، يعطيكم العافيه، سعد الله صباحكم. حياك الله دانا. بنعرف في البداية أخت دانا منصور شنو الشيء اللي قدمتوه لإخواننا يعني وأيضا الأستاذة ثريا، وشون عرفتوا الموضوع وبنفس الوقت إلى أن وصل لمرحلة التعافي؟ الحمد لله. أول شيء أنا بدي أصبح الجميع وأشكركم على الاستضافة الجميلة، وحبينا اليوم تكون المشاركة مختلفة لحتى يكون التركيز على مثال ناجح لعائلة من العائلات اللي مرأت وخلينا نقول تجاوزت مرحلة المرض بنجاح. طبعا من المعروف انه دعم وتمكين ومناصرة المتعايشين مع السرطان وذويهم، وهو واحد من ابرز
الأهداف اللي تسعى الجمعية لتحقيقها منذ تأسيسها في 1977. نعم. أخذنا إحنا مستمرين إن شاء الله معاك ومع ضيوفنا في الاستوديو. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله. حياكم الله من جديد وما كنتوا تتابعونا. اليوم بنتكلم عن أو نستكمل حديثنا عن تعافي شخص يعني نقول في هذا العمر. كم عمره اليوم؟ الحين 11 سنة. 11 سنة تعافى من سرطان الدم. ما سألنا ونبي نسمع صوته. فراس شلونك يا فراس؟ الحمد لله. عساك طيب؟ نبي نعرف اليوم شلون صحتك؟ الحمد لله صحتي حلوة. أرفع صوتك. الحمد لله صحتي حلوة كل شيء. زين ما شاء الله. الوالدة من المغرب. أنتم من مصر. اليوم عندنا اختلاف نقول ثقافات وكلنا أكيد عرب طبعاً. لكن بنعرف اليوم الفرق بين 2016 و 2022. شو اللي فرق عندك؟ الحين في 2016 أنا بدأ عندي المرض. أوكي؟ أوكي. بس أنا يعني كان أحس أتوقع ما أدري متى بس يعني دخلت المستشفى. أوكي؟ أيوة. حطونا في غرفة. أوكي؟ وقالونا الصار. اوكي وبعدين حولونا مستشفى حمد. بعدين قعدت هناك سنتين بس. اوكي سنتين بس. سنتين مش في المستشفى. سنتين تتعالج صح. حلو. اول رحله علاج. اول علاج عنده 34 يوم من غير حركه ولا اي شيء في نفس المكان. في نفس المكان. أوكي. نفس الغرفه. وبعدين 34 يوم. وبعدين يعني الحمد لله تعافيت وكل شيء صار اليوم حلو. اليوم شلون صحتك؟ الحمد لله صحتي حلوه الحمد لله. قال نقطة مساء أنا بيرجع يقولها عن تقبل الإنسان للأقدار. شو تبي تقول؟ أبوجه رسالة للأطفال أن أنكم لا تخافوا عشان الله قادر على كل شيء. ونعم بالله. إحنا عرفنا من والدتك يا فراس أن بعد تميم أخوك كان وايد يعني يساعدك ويساندك. صح يا تميم؟ صح. قلنا عن هالتجربة المؤلمة والحمد لله اللي إحنا تخطيناها. بداية كان عندنا كنت قاعد مع أخوي في المستشفى ما أعرف شيء. قاعد كان عندي تقريباً 6 سنين 7 سنين. جت أمي قالت لنا أخوك عنده المرض. ما فهمت شو الفكرة أصلاً من المرض. شو يسوي هذا المرض؟ كان كل وقت كنت أشوف أخوي داخلين عليهم إيه هذه ممرضة هذه شوي. يشيلون الإبرة يحطون له إبرة يغيرون له غرفة. فبعد شوي وقت بوقت كان عندي المدرسة أروح من مستشفى حمد. كنت بيت مرات كتبات في مستشفى حمد. مرات كنت أروح مع الوالد أروح البيت وأقعد معه. لما كتبت في مستشفى احمد كنت اروح لازم اروح من مستشفى احمد للمدرسه مشوار تقريبا 35 دقيقه. بعدين يوم جات الاجازه ما طبعا ما كنت انا بروحي اللي كنت ادعمه. كانت جت جدتي وخالاتي جو هنا القطر ساعدوا وعاونوني في هذه المشكله. كنت دائما كان في ممرضه او مو ممرضه مساعده كذا كان عندها اللي غرفه الالعاب اللي تسان كنت كان معايشه للاطفال. كان كل ما فراس يشيلوا له السنتر لاين الابره وكان يبكي اكيد لان الالم ما يستحمل. فكنت اروح عندها كنت اجيب له الالعاب احاول افرحه بهذه الاشياء اللي بسيطه عشان تفرحه. الحمد لله شوي بشوي لين ما صار متعافي وخلاص. نحاول نحافظ الان على نفسيته. شكرا لكم يعني بصراحه على انكم لازلتوا متكاتفين مع بعضكم البعض. وامر مهم اليوم النفسيه لما الغير قاعد يدعمك وقاعد يضحي من وقته علشانك وانك تبات معاه في المستشفى واكيد المدرسه راعوك في هالموضوع. لكن بروح حق دانا منصور. اخت دانا نبي نعرف انتم اليوم شلون قاعد تتعاملون مع المتعافين؟ هل تتابعون مراحل نقول الكشف الدوري من بعد التعافي او لا؟ اخي الله يعطيك العافيه. طبعا انا بدايه بدي اركز على دور الجمعيه هو دور للدعم والتمكين والمناصرة من النواحي النفسية والمجتمعية. بنكون حريصين دائما على تطبيق برامج المسؤولية المجتمعية لهاي الفئة بالشراكة مع الجهات المعنية العامة بالدولة بما يصب في صالح المتعايشين وخاصة الأطفال المرضى بالسرطان وذويهم. طبعا من خلال مجموعة من برامج الدعم النفسي والمجتمعي اللي تقدمها الجمعية لهاي الفئة من المجتمع مثل عندنا مجموعة من برامج عيان لذهب، برامج أنا متعافي سلمكم القصدي وغيرها من البرامج الزيارات الدورية للمرضى.
طبعا احنا بهب الفتنه هون او بهمنا نركز انه الجمعيه لها دور مختلف في بنسميه اللي هو عجله السرطان او الكونتينوم اوف كانسر كير، من لحظه الكشف المبكر الى لحظه التعافي ان شاء الله ما بعد مرحله العلاج. نعم. من خلال مجموعه كبيره من الحملات والتخصصيه حتى في الاقسام، يعني عندنا مجموعه دائما بنحث على نظام الحياة الصحي والكشف الدوري لحتى أن وجود المرض الاكتشاف المبكر بيعزز فرص النجاح، وهذا الشيء طبعا من خلال برامج التوعية بالتخطيط الصحي، الحملات المختلفة اللي هي دورية وشهرية. نعم. المرحلة الثانية مرحلة تشخيص المرض، دائما عندنا المرحلة الأولى والمرحلة الصعبة مثل ما تفضلت الأخت معنا، اللي هي بتكون عندنا مرحلة الصدمة، مرحلة اللي هي للأسف بناء على خلينا نقول الوصمة الاجتماعية وبعض الأفكار والمعتقدات السائدة، بنحاول هون دور الجمعية بيكون بالدعم المادي لتكلفة العلاج للمقيمين غير القادرين على تغطية تكلفة العلاج، بالإضافة إلى الدعم النفسي والمجتمعي لهاي الفئة، وأيضا دائما بكل برامجنا ما بننسى ذويهم مقدمين الرعاية، لأنه إحنا دائما بنعرف إنه مرض السرطان بيميزه عن غيره من الأمراض بأنه أول شيء طول فترة العلاج وصعوبة الأثار الجانبية، بالإضافة إنه ما بيأثر على الشخص، بيأثر على عائلته وعلى الناس المحيطين فيه. طبعاً. هيك إذا إحنا ما دعمناهم وكنا معهم ما رح يقدروا هم يدعموا المريض. هاي البرامج تشمل موضوع الزيارات، الزيارات دائماً إحنا بهمنا يكون فيها شركاء مجتمعيين لحتى نوصل لهم فكرة إنه قديش إحنا بحاجة دعمهم للمريض، وأيضاً إنه نحسس المريض إنه أنت مش لحالك بهاي الرحلة. شغلة ثانية بهمنا وجود أبطال من الناس اللي تجاوزوا هاي المرحلة، لأنه قد ما إحنا حكينا قد ما كان في رسائل موجهة من طرفنا ما لن تكون بصدق كلمة واحدة من شخص عاش التجربة. نعم. إحنا بيكون حريصين دائما. يعطيكم العافية أخت دانا. طبعا احنا معانا هني يعني متعافي من مرض السرطان، عاش التجربه والحمد لله تعافى منها، وامه موجوده اللي عانت صدمه الخبر، وايضا شلون تعايشت لمده سنتين، ومعانا بعد ايضا اخوه اللي كان يشجع طول الوقت. كل هذه طبعا ممكن تاثر نفسيا على مريض السرطان، ليس مرض فقط عضوي وانما ايضا نفسي، اذا ما تكاتفنا معه وكنا معه طبعا ما راح يقدر انه يتخطى. مدام ثريا، بصوره سريعه هالشكل تعطينا نصيحه حق اللي يشاهدون هذه الفقره ان شلون يستفيدون من الكلام اللي قلناه هذا اليوم. شوفي، في الاول في تحديات ثلاثه، اللي هي تحدي المرض، تحدي الاقامه، تحدي العجز. هذه التحديات لازم كل واحد يكون صبور صبور صبور, صبور والثقه في الله. حلو. اخر شيء أنا بروح حق فراس وبرجع لك. فراس، اليوم أنت يعني تعافيت، هالفترة شنو قاعد تسوي علشان تحافظ على صحتك؟ يعني في أسوي أشياء كثيرة مثل أني ألعب رياضة وغيرها من الأشياء. وبعد؟ الطعام الصحي. والطعام الصحي. والكشف الدوري كل كم فترة؟ الكشف الدوري كل 3 شهور. تعرف شنو مكتوب على قميصك؟ شنو؟ اقرأ. نفر. نفر. يعني شنو العربي؟ لا تستسلم. لا تستسلم، هذه رساله ممكن ناخذها من قميصك. صح. صح. الحمد لله اليوم لما نشوف الجمعيه القطريه للسرطان قاعد تدعم اخواننا ايضا الموجودين في قطر، المقيمين او المواطنين، لان بالنهايه احنا مجتمع واحد. طبعا. نبي نعرف كم دفعتوا علشان يتعالج. الحقيقه احنا ما دفعناش ولا ريال. اول شيء كان يعني طرق بابنا واحده من معرفنا المرض، كانت هناك واحدة من إحدى الشخصيات اللي هي من الخدمات الاجتماعية واقترحت علينا جمعية السرطان. يعني الجمعية تكفلت من بداية المرض لغاية الحين الحمد لله. وتدرون كم هم تكفلوا فيه؟ لا والله ما نعرف، ولكن إحنا سألنا بعض الأشخاص، في المرض يتراوح ما بين 260 300 ألف ريال، في بعض الأشخاص اللي هم ما عرفش، أنا يمكن المرض يختلف من شخص إلى شخص، لكن مهما كان المبلغ فالشكر الجزيل لجمعية السرطان. الحمد لله. واجب واجب. أول شيء حابة أني أنا أقول حق البطل فراس، برافو عليك أنك إن شاء الله الحمد لله قدرت تتعافى، اللهم لك الحمد، إن شاء الله الله يتم شفاك على خير يا رب. وشكراً مدام ثريا على هذه المعلومات والنصائح اللي قدمتيها لنا اليوم، وأيضاً نشكر بعد تميم اللي كان طول الوقت في ظهر أخوه، وهذا الواجب أكيد. شكراً لكم. شكراً. يعطيكم العافية. هما قال أنا أعتني بنفسي، أعتني بنفسي عن طريق النظافة الشخصية، لا هو قال الرياضة وقال الأكل الصحي، بس بعد الاعتناء اليوم
بالنظافة الشخصية أمر مهم جدا علشان يقدر يحافظ على نفسه مستقبلا. تابع هذا التقرير ونرجع. رياضة أعزائي المشاهدين حياة وصحة وقوة للأبدان. في ناس كثيرة تحب ممارسة الرياضة مثل المشي، في ناس تحب كرة القدم، في ناس تحب كرة السلة، وفي ناس من عشاق الألعاب المائية أو اللي هو الرياضة المائية. إحنا اليوم في استضافتنا الكابتن سيد عبد الله شاهين الكعبي، لاعب المنتخب القطري والمدرب والملقب بالرجل الحديدي. حياك الله ويا مرحبا ومسهلا. الله يحييكم، أول شيء أشكركم على الاستضافة وإن شاء الله أن أكون ضيف خفيف عليكم وتستفيدون من هذه الحلقة أنتم المشاهدين. بالعكس واجبنا اليوم لما بنتكلم عنك، ما شاء الله أنت عندك مسيرة حافلة في الرياضة، وأمر جيد لما اليوم تتبنى الشباب واللي في أعمار صغيرة قاعد تعطيهم مساحة علشان يبدعون في هذه الرياضة. شو اللي تقدمه اليوم الأكاديمية لفئة مثل هذه؟ أول شيء بغيت أعرف عن الأكاديمية اللي تم افتتاحها هذه السنة 2022، أكاديمية أثليت 13 أكاديمية. أي نعم. تكون متخصصة في لعبة الترايثلون اللي هي اللعبة الثلاثية. وفي نفس الوقت نركز على الجوانب الأخرى اللي هي مثل الجانب التربوي، الجانب الديني، تنمية المهارات. حلو. فدائما قبل كل حصة تدريبية عندنا محاضرة تكون من 10 دقائق إلى ربع ساعة نتخلل فيها هذه المواضيع اللي ذكرتها. فإحنا ما نشتغل على جانب اللياقة البدنية والرياضة فقط. عندنا الجوانب هذه الثانية اللي هي تعزز ثقة الولد في نفسه، تخلي الولد يعني يكون عنده ثقة في نفسه ويقدر يعطي اللي عنده يعني في الرياضة هذه. في نفس الوقت نثقفهم في الرياضة، في نمط الحياة الصحي شلون يكون، التغذية، في يعني أمور واجد يعني نتطرق لها أثناء الحصة التدريبية اللي تكون عندنا. جميل. إذن أنتم تدربون الطلاب على الرياضة، ممارسة الرياضة. هل لكم كابتن عبد الله الفترة المقبلة، طبعا احنا مقبلين على حدث رياضي كبير كأس العالم، هل لكم دور في هذا الجانب ولا لا؟ بالنسبة حق الأكاديمية حاليا احنا ماشيين على جدول تدريبي. نعم. يختلف من شهر إلى شهر على حسب خطة المدربين عندنا. عندنا خطة ان نركز كل فترة على لعبة، سواء كان الجري أو السباحة أو الدراجة. حق كأس العالم للحين ما حد يعني تواصل ويانا إنه يبين لنا
نقدم له شيء، بس في حال أي شركة أو أي مؤسسة ودها أن نشتغل وياها ونقدم لها مثلاً جانب ترفيهي حق الأطفال يكون تبع حق كأس العالم، إحنا نرحب بالفكرة وراح نقدم لهم اللي نقدر عليه وإن شاء الله شيء راح يرضيهم. طيب اليوم لما نشوف سباير أكاديمية قاعد تخرج الكوادر، لكن أنتم أيضاً اسمكم بالعربي شنو؟ أكاديمية أثليت الرياضي 13، رياضي رقم 13. ليش 13؟ رقم 13 يعني رقم، أنا يعني الأجانب يعتبرونه رقم نحس، يخافون منه صح؟ أيوة يخافون منه، إحنا حبينا نكسر هالشيء ونعتبره يعني رقم يعني رقم حال الأرقام الثانية، وفي نفس الوقت هالرقم يعني مميز بالنسبة لي أحبه، وفي نفس الوقت تاريخ ميلادي نهاية 8. 13 كم؟ 13 9. زين كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. زين الحين هذه الصور كانت في سباير نهاية الشهر اللي طاف. صحيح أعتقد. كان السباق هذا الأسبوع ونهاية الشهر اللي طاف. احنا الأكاديمية بشكل عام نشوف رزنامة السباقات اللي موجودة في الدولة ونحاول نشارك الأبناء عندنا في هذه السباقات، سواء كانت جري أو دراجة أو لعبة ثلاثية اللي هي الترايثلون. نعم. يعني نخلي دائما المنافسات بحكم أن الطفل بعد ما ينهي من السباق يلبسون الميدالية، هذا الشيء يعطيه دافع كبير للاستمرار ويعطيه ثقة في نفسه ويحس أنه هو أنجز. فإذا حس بهالشيء بيكون عنده يعني رغبة في الاستمرارية وممارسة الرياضة. إنزين كابتن، آخر مشاركاتك وإنجازاتك كانت في أمريكا، لو تقول لنا الزمن اللي أنت قطعته وفي نفس الوقت هل توقعت الفوز ولا لا؟ صحيح، بالنسبة حق سباقه اللي كان في أمريكا كانت هذه أول مشاركة قطرية في بطولة العالم للرجل الحديدي. نعم. وأتشرف أن أنا أكون أول شخص. كانت البطولة تقريباً في أمريكا في يوتا، فيها تقريباً 2300 مشارك. الهدف يعني كان في هذا السباق هو إنهاء السباق فقط، لأن كانت ظروف السباق جداً صعبة بحكم أنه كان الجو وايد حار، المسار كله مرتفعات وجبال، فكان الهدف أني يعني يكون لي تواجد وتواجد لدولة قطر في هذا المحفل العالمي. الحمد لله خلصت السباق وأنجزته، وكان أول إنهاء لشخص قطري في هذا السباق. وآخر شيء رفعت ورقة وكتبت فيها؟ صحيح، رفعت علامة نرحب بالجميع في كأس العالم 2022 في قطر. أعطيت الشعار على الوعد. هنا. اليوم تنتقل بين طرابزون أفريقيا وأمريكا أكثر من بلد علشان تمارس كم رياضة؟ اللعبة الثلاثية. اللعبة الثلاثية. طيب أقرب رحلة كانت لك الفترة الأخيرة وتحس إن هي فخر بالنسبة لك إنك وصلت لهالمرحلة؟ هو المشاركة في بطولة العالم اللي كانت في أمريكا، لأن كانت يعني من بعد تعب سنين اللي طافت، وفي نفس الوقت السفر كان لأمريكا صعب، والمنطقة اللي فيها السباق الظروف اللي واجهتها في السباق كانت جدا صعبة. زين السؤال فشنو؟ يعني إن شاء الله هالشيء يكون دافع حق الأبناء اللي عندنا في الأكاديمية. إن شاء الله. أنا والله ودي أسأل سؤال شوي صريح. اليوم كثير من الناس قاعد تسعى أن هي تكون موجودة في بطولات، تبي تمثل البلد خير تمثيل. في ناس تنتظر الدعم وتدور جهة توديهم، وفي ناس لا على مستوى شخصي. بالنسبة لرحلاتك وإنجازاتك هذه البطولات، هل عن طريقك عبد الله ولا عن طريق جهات؟ والله أنا غالبا يعني أغلب المشاركات تكون شخصية، يعني من اجتهاد شخصي، ولكن في شركات قاعدة تدعمنا في بعض السباقات مثل شركة مجموعة شاطئ البحر، شركة غنية عن التعريف تدعم المجتمع بشكل كبير، سواء كان في المحافل الدولية سواء كان في المبادرات. يعني شاطئ البحر أتوقع تكلمت عنها من شوي في يوم النظافة العالمي، كانوا مشاركين فيها. فهذه الشركة يعني الله يجزاها خير قاعدة تحاول بشتى الطرق أنها تدعم الشباب القطري، تدعم المشاريع القطرية. بالنسبة حق الأكاديمية في موضوع ما تطرقت له، اللي هو الأكاديمية يعني أنشأت بأيدي قطرية 100%. المدربين الموجودين ويانا أخوي فهد المحمد، مبارك العجي، عبد الرحمن الكواري، هاي المدربين. بالنسبة حق الإدارة أم شاهين الله يجزاها خير هي المستلمة أمور الإدارية كاملة. عندنا الجانب التقني مستلمة أخوي علي الغانم. يعني عندنا مدربات، عندنا أختي بنتي
موزة الكعبي بعد أصغر مدربة تقريبا 13 سنة وهي اللي قاعدة تدرب البنات حاليا. يعني حلو شباب وبنات مدربين من الجنسين. جميل جدا. وكلها شهادات دولية اللي عندنا يعني مو شهادات يعني محلية فقط، شهادة معترف فيها دوليا يعني نقدر ندرب في جميع دول العالم بهذه الشهادات اللي عندنا. نعم. كابتن عبد الله في بداية مقدمتي لك قلت ذكرت الرجل الحديدي، من اللي أعطاك هذا اللقب؟ هذا اللقب اللي هو السباق الرجل الحديدي اللي أنجزته في أمريكا آخر مرة، بحكم أن أنا يمكن أكثر قطري يشارك في هذا السباق وأسرع قطري في المسافة اللي هي الفول آيرون مان، فالشباب يعني دائما يلقبوني بهذا اللقب وأيضا في المقابلات يعني يذكرون لهذا اللقب. أنت تقول للشباب اللي قاعد تتبناهم عشان يوصلون لمرحلة جيدة في الرياضة أور هيروز أبطالنا. نعم. فش كثر مهم اليوم أنا أصنع جيل علشان يكون بطل في رياضة مثل هذه. أكيد إحنا حاليا يعني عندنا خطة واضحة في الأكاديمية من الآن إلى 2030 اللي هي الألعاب الأسيوية اللي بتتم في قطر مع الرؤية. شلون؟ مع الرؤية. إيه مع الرؤية، يعني إحنا عندنا رؤية قطر 2030. رؤية لكم. في إيه رؤية قطر 2030 فيها اللي هو الاستثمار في الجانب الرياضي في البدني والاستثمار في العنصر البشري. صح. يطور نفسه في الرياضة. صحيح. يستخدم الرياضة كأسلوب حياة. فإحنا عندنا رؤية اللي هي 2030 عندنا الألعاب الأسيوية راح تكون في قطر. حاليا لعبة الترايثلون ما فيها أي فئات سنية، فأنت إذا ما جهزت من الحين بقي 8 سنوات على 2030. إحنا حاليا قاعدين ندعم الاتحاد ولكن ما في دعم من الاتحاد بالنسبة لنا. إحنا اللاعب اللي قاعدين نجهزهم في النهاية وين بيروحون؟ أقول لك شيء. يمثلون المنتخب. أي فهم إذا مثلون المنتخب مثلوا الاتحاد. اليوم ما قاطعك إلا بالخير، البدل أول ما يبوا الشباب ما كان مدعوم. صح. مع الوقت كانوا في البدايه رافضين الفكره، مع الوقت تبنت الجهات واليوم قاعد نشوف ملاعب بدل. صح. فالرياضه لما تكون جديده راح تكون شوي في البدايه غريبه، بعدين تفرض وجودها ويدعمونها. صحيح. صح. احنا نتمنى ان شاء الله الدعم. احنا وايد قاعدين نعاني من هذه المشكله، يعني من الامور اللي قاعدين نعاني منها اللي هي ما في منشآت. احنا قاعدين نروح منشأة حاليا، مثلا رحنا مدرسه الاندلس أجرنا منهم المنشأة لمدة شهر، تفاجأنا بعد أسبوعين قالوا لنا نعتذر منكم لأن المنشأة راح تكون مشغولة الفترة الجاية. نعم. فحاليا مجبورين ندور منشأة ثانية. فإحنا المشكلة والمعضلة اللي قاعدين نواجهها ما عندنا مقر وما عندنا يعني جهة تبنانا. أحيوين مكان حاليا إحنا كنا في الأندلس، يعني هالأسبوع لازم ندور لنا مكان ثاني لأن اعتذروا منا. الله يعطيكم العافية. إن شاء الله كابتن عبد الله الشاهين لاعب المنتخب القطري والمدرب والملقب بالرجل الحديدي، كل الشكر لكم، اتمنى لكم التوفيق. الله يعطيكم العافيه. ما قصرت، يعني 13 قال رقم مميز، رقم صعب بالنسبه للاجانب الرياضيين، يعني العرب عاد عندهم الرقم. اي طبعا عادي الرقم. لان في مبادئ كل واحد يمشي عليها، وكان عيد ميلاده من كم يوم، الله يقوي صراحه ويقوي كل انسان قاعد يعطي في مجاله حتى لو كان جديد على الساحه لكن يفرض وجوده، فبالتالي يكون مدعوم في المقابل مع الوقت. احنا في هالشكل نهينا حلقة اليوم، نتمنى بإذن الله تكون حلقتنا مهمة ومفيدة بالنسبة لكم. نشوفكم بإذن الله بكرة في نفس الموعد. تحملوا بعمركم، استودعكم الله. أمان الله.